اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. مرحب بنجوم ضيوفي الفيلسوف واحد من نجوم التحليل في مصر والوطن العربي كابتن ايمن يونس. الخير كابتن سيف. ازيك كابتن؟ اخبارك؟ وحشت. كله تمام؟ بحضرتك ايه؟ فطرت كويس؟ الحمد لله انا كله جاهز. جاهز؟ انا جاي تمام. جاهز لموقعات الزمالك وبيراميدز؟ ان شاء الله باذن الله بالتوفيق يا كابتن. حبيبي ان شاء الله. وايضا واحد من نجوم نادي الزمالك ونجومنا هنا في التحليل كابتن اسماعيل يوسف. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا سيف. بحضرتك ايه؟ الله يخليك. كل سنه طيب. كله تمام؟ والصقر كل سنه هو طيب. كابتن احمد حسن عميد لاعبي العالم طبعا الصقر والنهارده بيتم 46 سنه وصان طبعا كابتن احمد وعقبال 100 سنه ودايما متالق ومكسر الدنيا. ربنا يخليك كابتن سيف. طبعا بشكرك كل سنه وانت طيب. بشكرك جدا. بشكر طبعا كل سنه وانت طيب يا صقر كابتن ايمن وكابتن يوسف. وبجد عايز اوجه لك تحيه في حاجات كتير يا سيف والله. يعني دايما خليك احمد بجد والله. يعني مش عايز اقول لك يوم بعد يوم غلاوتك بتزيد. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. يعني على الحاجات اللي انت عمال تعملها دي كل يوم فانا بشكرك جدا جدا. ربنا يخليك كابتن. ربنا كده دايما يجمعنا في الخير كده يا رب. كابتن احمد حسن تاريخ كبير جدا 46 سنه ولكن من النجاحات والارقام واحصائيات وكل يوم بيكسر رقم وكل يوم الحقيقه طموح وتاريخ كبيره جدا. يبقى الانسان دايما بتاريخه. يا رب دايما كده صحه دائمه للكابتن احمد حسن. نقول له تاني كل سنه طيب. النهارده لقاء مهم جدا الزمالك وبيراميدز الدوري المصري بيشتعل من جديد. الزمالك النهارده هياخد الثلاث نقاط ولا بيراميدز اللي هياخدهم؟ والناس بتسال هل بيراميدز بعد ذبذب المستوى الكبير ده هل بلغه الارقام ممكن يرجع يخش تاني في الجيم مع الاهلي والزمالك؟ كل الاجابات النهارده مع نجومنا بس بعد الفاصل.